علاش تخدم في ليسونس؟ الخبزة الغالب هذاك ظروف، كنت نخدم في اللواج ما قابلتش. منين تجيب فيه وين تهز فيه؟ من بن قردين حتى للجبنينة. ما تعرفش اللي هذه ممنوع؟ كل شيء حتى كيلو حشيشة ممنوع، راهو عارفين. أما شيء لازم ينزل الغالب. إيش تحب تعمل؟ ظروف راهي تنزل راهي، والله كنت تعلم بالظروف مباشرة. والله لما تقول لي اخدم حتى ليل ونهار صعب صغار، الواحد والله ماكش الدار هذيك. قال لي الواحد معناتها تعرف تنجم تهرب اليوم ليسونس، غدوة تنجم تهرب السلاح. لا عندك السلاح وعندك الداخلية تاع الحكومة والسياسة، هذيك بعد عليها، والحشايش والهموم الكل هذه الواحد بعيد عليها. أزيد منها حاجة كيما الناس مباشرة ديريكت هبت راسي ديما صحيح حول الله. ايش تربح فيهم؟ ايش تربح؟ كاكا ايش تربحوا؟ 100,000 150 هاني اشتريها مزروع. كل نهار؟ اوه كل نهار، نهار بعد نهارين. نعمل فياجين في الجمعة. هذه ظروف الله يتلز، والله كنت ترى ظروفي، والله ما تقول لي اخدم حتى عبي وزيد، اقسم بالله. سامحني معناتها شوف الكهرباء معبية بالليسونس جاية من الحدود الليبية. علاش؟ تلتجئوا للكونتر؟ نلتجئ للكونتر، ما عندنا حتى مورد رزق. شنو جايين؟ من حامد قابس. جاي من حامد. الكهرباء نتاعك قداش فيها من بدون؟ معبي على 120. لا قدر الله معناتها تنجم تشتعل في كل وقت واختر كبير. على ربي. هذيك على الله، مخلينا حاجه على ربي يستر الله، هذاك هو. واحد ديما يسيس راحه هذاك هو. الكهرباء نتاعك ولا خدام عليها انت؟ خدام عليها. قداش يعطيوك؟ هذيك حاجة الله، هذي زايد مواضيع هذي نحكوا فيها. نجم تهز مازوت من لوطة ولا ليسونس من فوق وتحته سلاح، تحته حكاية أخرى؟ هذيك ذر الأحرام اللي عمي تنجم تعملها، ما لكن احنا شنو هم ريحة مازوت، وواحد يبدا يدعي على قلب. ما نجمش واحد باش انه يخدم ها مازوت ها سلاح، ما ندخلوهاش في بعض، هي ريحة مازوت. أما شكون يخدم حكاية هذي؟ ها؟ العلم لله. هذا شنو نجم نقول لك والله. علاش ما تلوجش خدمة أخرى؟ شنية مثلا، شنية خدمة أخرى؟ إنسان عمره 24 عام قدم مطالب، قدم كونكورات في أي في البلايص الكل، ما تقبل في حتى حاجة، التجربة باش إنه يخدم الخدمة هذه لا أكثر ولا أقل. باهي سامحني، أنت صغير قداش عمرك؟ 23. علاش تخدم في الكونتر؟ ظروف كمبيالات، ما عادش منخلص كمبيالات كهرباء. كمبيالة نتاع شنين؟ كمبيالة كهرباء. قديش الكمبيالة هذي؟ 637 دينار كمبيالة كل شهر، كمبيالة العام زوز مني. منين تجيب فيه ليسونس؟ من بلايص كل، بن قردين، ذهابة. وين تهزو؟ والله كل مرة كيفاش، كل مرة بلاص. حامة، قفصة، بلي. تعرفوش اللي هو ممنوع قانونيا؟ في بينا ممنوع، لكن خبزة واحد مقمر بروحه ومقمر بحياته كلها، راهو عارف الشيء هذا، عارف ما قدم على الشيء هذا، كان ظروف لزات. من أجل شنو؟ من أجل فلوس؟ خاطر الفلوس، الناس الكل تجري على الفلوس، نجري على العائلة، نجري على الكمبيالات، نجري على برشا حوايج. يقول لك هز سلاح وبرشا فلوس. لا يا ولد عمي، الله لا يوصلنا ليه. الكونترا تنجم تبدا بالليسونس وتوفى بحاجات أخطر. لا يا ولد عمي، هذه حاجات ما نوصلوهاش، ولد عمي لقته في بازا لحصة في المسنة رقدة في ثمن خير من 100 ظن وظن. لقيت خبز النحش 100 دينار، نلقى بني خلص كمبياله، نلقى بني بدل العجل، نلقى بدل زيت الكهرباء ونصرف على الدار في 1000 برك. وانت؟ انا اللي ما نقول انت مشدود وبالمحجوز. الله يبدا عمي يكتشف فيها ظروف يعلم بك الرب. وعطاك يعني ملاحظه صغيره تبش قصه للجميع تو تشوف فيها ابار الكمبيالات ابار كل شيء. هاك تشوف فيها دعمي ظروف. الواحد يخرج من 7 نتاع العشيه يروح منها كان 8 نتاع الصباح، علاه زعما؟ منين تجي معناتها كل بيست عربي وصحراء؟ كان بيست عربي ولا صحراء ما نجيبوش احنا الا دوري. كان الواحد هذا سلاح ولا هذا دروغ ولا هذا اي حكايه يجيبها الا دوريه. هذه كراها دمي باش تعبي سلاح. الامن هو وقفكم. ها؟ الامن هو وقفكم اليوم. وقفنا ديما موقفين. فتشنا كيما هيك يقولوا لنا بلا وصل. ما عندك شيء تواصل. بالليل دمي ولقط فيها الواحد بالمية وبالخمسين وبالكذا تشح فيها دي ظروف يعلم باك ربي. والله ايش عندك من بدون في الكرب؟ 110 مع بلا. قديش من يترا معني؟ الله اعلم. البدون في 20 يترا وانت اسف 110 بدون.
2200 متر، وانت قلت لي عندك مضيف. والله عاد نحكي لك على حكاية الفلوس والظروف. أبسط حاجة راهو الأمن يخدم في خدمته كاملة، نقول لك حاجة راهو يخدم في خدمته كاملة، معناتها باش ما ندخلوش الأمن ما نوصلوش الأمن. الكهرباء هذه تشوفها تو قدامك، نحلك الجر تشوف المحاضر في وسطها، مش مليون ومش زوز ومش ثلاثة ومش أربعة ومش عشر. نخدم ونعاود، نتكسر ونعاود ونرجع. إيش معنى يتكسر وتعاود؟ معناتها يهزولك الكهرباء ويهزولك السلعة وتعاود من جديد. ونعاود من جديد، علاش؟ خاطر ما عندي حتى حل. زعما إذا كان عندي حل، إذا كان عندي حل، أبسط حاجة نوريك تو، حلك الجر الكهرباء، تحب تمشي تصور نورمال تصور كامل. حلك الجر الكهرباء، شوف المحاضر، أبسط محضر 4 ملايين و300 واش. برا جيب لنا الأوراق نكمل مع الآخر. وأنت شبيك ما هبط راسك؟ دمي ضربنا النوم شبيك. الكونترا ممنوعة وشباب صغير ومتورط في حاجات مش باهي. هذاك هو. هذاك الخبز هكا شعطانا ربي. الكاميون نتاعك قداش فوق منها منيتر؟ الله أعلم. فوقها 120 بدو يصونس. منين جبت؟ من بن قردين. تفضل سامحني بالليلة. وين باش تهزهم؟ هذا نبطوهم الحام. الحام. نشوفوا المحاضر. آخر ملاحظة ماذا بيا برشا حاجات ما تشفش. هذه آخر ملاحظة النهارين، محضر قداش؟ 4 ملايين و342 دينار. وما بطلت؟ وما بطلتش، علاش؟ خاطر الظروف تلزني. الحاكم بالنسبة للأمن بصفة عامة يخدم في خدمته راهو بصراحة. ها ما بحضنا حتى ولا أمن ولا شيء. أنا واحد بعاد شوي. الأمن وراك. الأمن وراي هذاك، الأمن وراي ومعايا هذاك. معايا في صحتي ومصلحتي وقاعد يخدم في خدمته. الواقع معناتها ما عندي ما ندرك. آخر محضر هذا 4 ملايين و342 دينار شو قدام. كم بيالة كل شهر 637 دينار. مصروف دار قول حزوال، احنا ناس زوال. قلت تصرف 200 دينار في الشهر من غير المي والضو وبرشا حاجات الى غير ذلك. سامحني الكاميونه مش نتاعك هي؟ الكاميونه نتاعي هذيك. الاخرين يخدموا معاك؟ لا، ذاك ولد عم يخدم معايا، نخدم ليل ونهار ما نرقدش، ما عادش نرقد. تعب، ما عادش نجم، تعبت. نمشي راق قدامك. اقسم بالله نمشي راق. والله نمشي راق. الظروف تحكم، الدنيا صعبت ولد عم. شنو جايب انت السلعه؟ شنو مهرب؟ جايب كراتين تون، كراتين شوكولات، وكراتين نسكافيه. ويسونس؟ وي 20 سونس، 20 بيتين. سامحني توا سياره كامله نتاعك، معناتها بالكميات الكبيره هذيا وكونترا وفي الليل وعلى الحدود، علاش هكا؟ شنو زعما كل واحد عنده خبزه هذي الواحد ياكل فيها، العباد الكل يعني مش. يعني انتم توفرتونا مورد رزق، احنا باش نسترزقوا منه مثلا باش ناكلوا، هذه يعني مورد رزق نتاعنا. الواحد تختار خدمه هذه حق صراحه. علاش دي الكونتر؟ شنو علاش الكونتر؟ على الفلوس؟ لا مش على الفلوس، معيشه برا يعني مش فلوس. اليوم جبت طن وشوكولاته وحلوى ومعها الليسانس هكا ولا ايه؟ غدو شنو باش تجيب؟ نفس الخدمه يعني نفس ما بدلوش خدمه من غير مواد غذائيه، يعني حاجه ما تضرش بالبلاد. كما تدخل هذوما زاد تنجم تدخل سلاح، تنجم تدخل ممنوعات. دعمي الناس معروفه بوجوه يعني، ثم تعرف تدخل سلاح، تعرف تدخل اللي يخدم باش يسترزق. علاش ما تشوفش شغل اخر؟ علاش التهريب؟ وين ما لقينا احنا باش نخدم خدمه اخرى ما لقيناش. يعني كان ثم اي بوسيبيليتي اخرى يعني باش نخدم خدمه اخرى نخدم، علاش لا؟ اليوم هك في قبضه الامن الوطني، معناها باش يخسر كل شيء. دعمي شنو يخسر كل شيء؟ يعني كان
يحبوا مثلا يضر مواطن يعني يخدم في خدمة عادية يعني مش المواطن يضر الدولة؟ لا ما كيف يضر الدولة؟ ما فهمتكش يعني فهمتش كان تشوفوها تضر عاد ما عرفش تصور آخر مرة آخر مرة شافها وتوب شنية هي كلقينا الدعم آخر مرة مضى به الواحد خذ حسابها فرح بها الخدمة هذه ولا معناتها الواحد فد منها يعني معناتها شدوك تو وما زلت مواصل لا ولدعمي شنية كل إنسان عنده طاقة معناتها محددة فهمت يعني ما نجمش نقول لك لاباس بيا ولا جاوبني بصراحة باش تبطل ماذا بيه لدعمي بطل خطر سيء ما عاش عيني فيها الخدمة هذه يعني كرهتها فهم ماذا بيه كان لقى خدمة أخرى ولا أي خدمة أخرى غير الخدمة هذه ماذا بيه نبطلها نرتاح ما نحبش نبقى نواصل 2500 تيتر متاع إيسونس في كاميونة وفي الليل وكونترا واختر كبير على روح كنت شاب صغير عليه لا يا أخي ما لقيناش ما نخدم يا ناس ما نخدم ما ثم حتى سيارة اللي بتخدم ما ناس مشاريع باش نخدمها الكاميون متاع شكون؟ متاع صاحبي هو يخدم فيك معناها؟ مع ليسونس تنجم تجيب حاجة أخرين؟ لا لا من شكون قاعد يهرب في الموت الخطيرة لتونس؟ في مش عارف تعرف السؤال لكن ما تحبش تجاوب ولا شيء يا ودي اليوم خسرت كل شيء معناتها بشدوا لك كهرباء ومحضر كبير عليه خي والله شو بنقول لك شعفوا توبه ما عادش تعاود ولا غدوه باش ترجع بكميون اخر لا شعفوا توبه خويا